مشاهدي ومتابعي قناة الزول، أسعد الله نهاركم بكل خير. نكون معكم في بث حي ومباشر هنا في حاضرة شمال كردفان مدينة المبيض، واحتفالا بالحكومة المدنية، واحتفالا بأعياد السودان المجيد، عيد 64 السودان الحبيب. الوقت باكرا، لسه الزمن بدري، ما زال المواطن على ساحة البرية في وسط المبيض شمال كردفان، إذانا باحتفالات الحكومة المدنية واحتفالا بأعياد السودان المجيد للسنة 64. هذا شعار كل السودانيين: حرية، سلام، وعدالة. الوفود تتوافد الى ساحه الحريه للاحتفال باعياد السودان المجيد، ايزانا باحتفال الحكومه المدنيه.